بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وليزيدن كثير منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم، والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، والله غفور رحيم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون سمع الله لمن حمده الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. الله
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله 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 أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. All praise is due to Allah, peace and blessings be upon the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. One of the ways how to make it to paradise is to spend in the cause of Allah subhanahu wa ta'ala. This is really important. And almost in every position where Allah subhanahu wa ta'ala commands us to establish prayer, He also says, وَآتُ الزَّكَاةِ. So they always come simultaneously. Establish your prayer and pay your zakah. And the word zakah, we sometimes look at it as the mandatory act, which is the pillar of Islam, but it also includes all types of spending, as we already say, as-sadaqah. So if you ponder about these verses, where Allah subhanahu wa ta'ala said in Surah Al-Dhariyat, إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. When Allah subhanahu wa ta'ala talks about the people of Jannah, the people who are promised Jannah, He mentioned that one of their traits is they spend in the cause of Allah subhanahu wa ta'ala. And also Allah said in another surah, Surah Al-Dhariyat, في أموالهم حق معلوم, like a certain amount of money, this is a right for the poor in your money, in your wealth. So in Surah Al-Dhariyat, when Allah subhanahu wa ta'ala says معلوم, specified amount, He refers to الزكاه. And we all know that الزكاه is one of the pillars of Islam. So we should look at it very carefully, exactly as we try to perfect our prayer, exactly as we try to make our siyam in the perfect way. So when it comes to zakah, try to be more generous. And you cannot just, you know, when it comes to zakah and we deal with Allah subhanahu wa ta'ala, we cannot say 1 + 1 = 2, and we try to make it very specific and be very meticulous when to spend. Did I save this money for the whole year or not? I recommend for everyone just to fix a certain day. Like some people used to pay zakah at the beginning of every Ramadan, for example, or at the middle of Ramadan. It's all about to have a specified day for yourself. And then when you get to this day, the easiest way is to collect and to, you know, do the math, everything you have in your bank account, in cash, and so on and so. And then the whole thing you have, just you are requested to pay 2.5% of your money, which is nothing compared to the 79.5%. That's why we always say, try to do more and try to have like a national step. Try to love the concept of zakat. It's not about when I pay, I feel like I am short in money. Do I have to pay all this amount of money? I have some debts. Do I have to deduct these debts from the whole amount or not? Which is, in terms of fiqh, you have a way when it comes to the debts. Some scholar says you could deduct the debts from the wealth before you spend the money. But actually, I recommend everyone, including myself and every Muslim, actually, when we deal with Allah subhanahu wa ta'ala, and when we apply one of the pillars of Islam, try to be generous and try to show Allah subhanahu wa ta'ala the real and the factual gratitude towards Him subhanahu wa ta'ala. At the end of the day, you are promised Jannah in return of this, which is a great purpose for every one of us. إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ, as we've mentioning in Surah Al-Dhariyat. One of the things also that Allah subhanahu wa ta'ala, when He commanded us to hasten to His pleasure and to His rida and to maintain Jannah, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. Allah subhanahu wa ta'ala describes the paradise, which is as wide as heavens and earth. أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, this jaza is prepared for al-muttaqeen, the righteous people, the pious people. And by the way, the taqwa is the purpose of our siyam.
And along the verses, Allah subhanahu wa ta'ala, it's not only along the verses, it was the very first attribute of those people. He said, الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ, those who spend in ease and in hardship. Sometimes you have extra money, you spend. But the real test is to spend when you are kind of short in money. Because this shows how your certainty, yaqeen in Allah subhanahu wa ta'ala is, that Allah subhanahu wa ta'ala is الرزاق. So spend in the, for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, all types of sadaqat, feeding the poor, giving the needy, supporting the masjid, and also don't forget about your due zakah, which is a pillar of Islam, to pay it every year. Just take a day for yourself and calculate your money, and then give the 2.5% for the poor and the needy and those people that are mentioned in the verse, إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينَ, and so on. And then the nisab, or the amount of money that zakah is due, when you reach to this amount of money, the scholar said it's equal to 85 grams of gold. If you have 85 grams of gold, or the money that you that could purchase this amount of gold, then this is the starting point of zakah. And this is the first condition. The second condition is to save this money for a whole year. And again, I remind you, try just to pick a day. When you get to this day, just see everything you have and give. Don't try to be very, you know, going deep into details, because you are dealing with Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Kareem, Al-Razzaq. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على أداء الصلاة وعلى دفع الزكاة وعلى القيام بفريضة الصيام على الوجه الذي يرضيه, وأن يجمعنا جميعا في جناته, جنات النعيم, إنه سبحانه على كل شيء قدير. وجزاكم الله خيرا, والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس, والشهر الحرام والهدي والقلائد, ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض, وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب, وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ, والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث, فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء بدنكم تسؤكم, وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها, والله غفور حليم.
قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين الله سمع الله لمن حمده
الله 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم
منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الله سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
صلاة الوضع استوى كدر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله سمع الله لمن حمده. الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله
سمع الله لمن حمده. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلاة وسلاما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وتوفنا وأنت راض عنا، واجمعنا مع نبيك في جناتك جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من فجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الرحمة والمغفرة والعتق من النيران. اللهم إنا نسألك الرحمة والمغفرة والعتق من النيران في شهرك شهر رمضان، يا حنان يا منان. ارفع يا رب راية الإسلام عالية. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك، وانصر يا ربنا عبادك المرابطين. اللهم انصر عبادك الموحدين. اللهم انصر عبادك المرابطين في غزة في فلسطين، يا قوي يا متين. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم آثرهم ولا تكثر عليهم. اللهم اجعل الدائرة على أعدائهم، اللهم اجعل الدائرة على أعدائهم. اللهم انصرهم يا رب العالمين، انصر يا رب عبادك الموحدين. اللهم ثبتهم وأيدهم وآوهم وانصرهم يا قوي يا متين. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا وأعينهم بالنصر المبين. اللهم أقر أعيننا وأعينهم بالنصر المبين يا قوي يا متين، يا من لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. اللهم فرج همهم، اللهم فرج همهم، اللهم نفس كربهم، اللهم وحد صفهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم احفظ نساءهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم ارحم أطفالهم، اللهم ثبت رجالهم، اللهم ثبت رجالهم، اللهم تقبلهم جميعا في الصالحين، وارزقهم يا ربنا النصر من عندك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،
والحمد لله رب العالمين. الله 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 أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله